مقرر بعد الاقتصاد الكلي ضمن برنامج التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد أو التعليم المطور. اليوم راح نتحدث في المحاضرة 11، وراح إن شاء الله نتحدث عن بعض السياسات المالية وأنواع المضاعف. فراح نبدأ طبعا بالسياسة المالية، وبداية راح نتكلم على الموازنة العامة. الموازنة العامة احنا نعرف انه بعد فترة راح يتم اعلان ان شاء الله الميزانية العامة للدولة. ما هي الميزانية العامة للدولة؟ يعني ودائما نتطلع كمواطنين وكمسؤولين ايضا الى معرفة حجم هذه الميزانية. هل سوف يكون هناك زيادة في الميزانية؟ هل سوف يكون هناك فائض في الميزانية؟ هل سيكون هناك عجز في الميزانية؟ ما هو حجم الانفاق؟ ما هو حجم الايرادات؟ فهذا هو المقصود بالميزانية. بمعنى آخر أو بالمختصر قبل ما ندخل في مواضيع أو الشرائح المحاضرة، أن الدولة كل دولة لديها ميزانية معينة، من خلال هذه الميزانية تقوم بعملية الإنفاق على المشاريع الحكومية أو التي تحت مسؤولية الحكومة، مثل المرافق التعليمية، المرافق الصحية، مرافق الطرق، مرافق الأمن، مرافق مثلا الجيش، أمور كثيرة تكون تحت مسؤولية الدولة، الإعانات أيضا، فتحتاج لها إلى ميزانية. السؤال هنا من أين يأتي مصدر هذه الميزانية؟ ويمكن تذكرون في محاضرات سابقة قلت ليست كل الدول لديها مثلا قطاع نفط أو موارد طبيعية تعتمد في دخولها على هذه الموارد الطبيعية. هي في الحقيقة أغلب دول العالم باستثناء دول الخليج تقريبا تعتمد في ميزانيتها على الإيرادات. الإيرادات تأتي منين؟ تأتي أيضا من الضرائب التي تفرض على المواطنين، سواء ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي تحصيل هذه الضرائب هو إيرادات للدولة. من خلالها الدولة تبني ميزانياتها، ولكن أحيانا يكون هناك عجز في الميزانية تقوم الدولة به أو الحكومة بتغطيته، سواء بعملية الإقراض الداخلي أو الخارج، وهذا أيضا موضوع آخر، ولكن يتم تغطية هذا العجز بحيث أنه الإيرادات تساوي الإنفاقات. هناك أحيانا مشكلة تحدث في الميزانية وهم نطلق عليها العجز في الميزانية. العجز في الميزانية يأتي عندما يكون هناك انفاق أكبر من حجم الإيرادات المتحصل عليها من الضرائب، فهنا تضطر الدولة إلى عملية تغطية هذا العجز بحيث في النهاية يصبح عندي حجم إيرادات سواء عن طريق الضرائب بالإضافة إلى تغطية هذا الإيرادات عن طريق الإقراض بما يساوي ما سوف تنفقه الدولة في ميزانيتها. هذا اللي نطلق عليه الموازنة أو الميزانية العامة. باختصار هناك إيرادات وهناك إنفاقات، فيفترض أن تكون متساوية. طريقة التساوي هل جاءت بإقراض بالإضافة إلى ما لدى الدولة من إيرادات أو لا؟ هذا ما سوف إن شاء الله نتطرق إليه في هذه المحاضرة. ومن ثم الجزء الثاني من هذه المحاضرة سوف نتحدث عن أنواع المضاعف في الاقتصاد، سواء اقتصاد مغلق أو اقتصاد مفتوح. نبدأ على بركة الله. إذا موضوع اليوم أو بداية هذه المحاضرة هو الموازنة العامة، وكما تشاهدون في الشرائح هناك الضرائب والإنفاق. الموازنة العامة هي باختصار ما يعرف بالميزانية عند غير المتخصصين. لو تسمعون دائما كلمة الميزانية، الميزانية، أصدرت الميزانية، ما بشر شلون الميزانية السنة هذه، رب ما في عجز، إن شاء الله في فائض. فمصطلح الميزانية اللي راح المقصود به الموازنة العامة للدولة. إذن هي الموازنة العامة هي تعنى بمشروع الميزانية أو الميزانية المقترحة، وهذه نقطة مهمة أيضا. الدولة لما تضع الميزانية أو راح تعلن عن ميزانيتها تقريبا بعد، يمكن احنا في نوفمبر، يمكن تقريبا بعد شهرين او اقل من شهرين، سوف تعلن الايرادات المتوقعه، انه والله الميزانيه المتوقعه، انه والله هذه توقعاتنا لما سوف يصرف وما سوف يتم تحصيله من ايرادات. اذا بتكلم على السعوديه، اذا الموازنه العامه هي حقيقه تعتمد على موازنه تقريبيه تعتمد على اسعار البترول وعلى ايرادات
القطاع النفطي، كما نعلم بأن الدولة تعتمد في ميزانيتها ليس على الضرائب المباشرة، لأن لا يوجد ضرائب مباشرة على الدخول، ولكن تعتمد في الغالب على الإيرادات النفطية. إذا تكون الميزانية متوازنة، متوازنة بمعنى أن الإيرادات تساوي الإنفاقات، أو حجم الإيراد الكلي للدولة يساوي حجم الإنفاق الكلي. إذا الميزانية متوازنة دائما، نجد الموازنة لا تكون متوازنة في بعض الحالات، بل يمكن أن تسجل عجزا أو فائضا. أنا عندي الموازنة هنا في توازن بين طرفين، لكن في الحقيقة أحيانا لا يكون التوازن موجود، فأنا أضطر أني أوجد هذا التوازن. بمعنى آخر، إذا كان عندي عجز، إذا مثلا حجم الإنفاق أعلى من حجم الإيراد أو الإيرادات المتحصرة للدولة، في الحالة هذه الإنفاق أكثر، إذا لابد أن أحاول أن أساوي بين الإنفاق والإيراد عن طريق الاقتراض سواء داخليا أو خارجيا. طيب العكس، إذا كان حقيقة الوضع كان جدا ممتاز وعندي فائض في الميزانية، بمعنى أنه والله الإيرادات أكثر مما خططت له أني أعمل له أكثر من الإنفاق المخطط، في الحالة هذه بيكون عندي فائض، فالفائض طبعا ممكن أن يتم سواء استثماره داخليا أو خارجيا، أو يوضع في بند يسمى بند الاحتياطات العامة للدولة. فيما بعد بنشوف شكل حقيقة يوضح لي حجم العجز، وأيضا أو طريقة العجز في الميزانية أو الفائض في الميزانية. إذا يوضح الشكل التالي، قد يكون هناك عجز يسمى بالإنجليزي ديفيسيت، وذلك في حالة زيادة النفقات المقترحة، مثل ما ذكرنا الآن الميزانية بتعلن بعد تقريبا شهرين، هي ميزانية مقترحة من ناحية الإنفاق ومن ناحية الإيرادات على إيرادات الضرائب، أوكي، بافتراض أنه دخل الدولة يأتي عن طريق الضرائب. بينما قد يكون هناك فائض نسميه سر بلس في حالة زيادة الإيرادات الضريبية على النفقات، أيضا بافتراض أنه دخل الدولة يأتي عن طريق الضريبة. بينما قد يكون هناك توازن، هذا شيء جيد، في حالة تعادل النفقات مع الإيرادات، وأيضا نكون في وضع أفضل لو يكون عندنا أيضا فائض، لأن الفائض راح يستخدم في استثمارات أو في مجالات يمكن الاستفادة منها فيما بعد، سواء في عملية استثمارية، أو أحيانا ربما نواجه في السنوات القادمة عجز فنحتاج إلى هذه الفوائض اللي حدثت في السنوات مثلا الأخيرة. نلاحظ هنا يا أخوان ويا أخوات، لو تلاحظون الآن أنا عندي المحور الأفقي اللي يمثل السنوات، أوكي، المحور الرأسي يمثل الإنفاق ويمثل الضرائب اللي هو الجي والتي. لو نلاحظ هنا الإنفاق المخطط أنه يأخذ الشكل أفقي، بمعنى أنه محدد ما تغير، بينما يحدث التوازن بمعنى أن الضرائب تساوي أو إيرادات الضرائب تساوي حجم الإنفاق. عنده هنا عند النقطة إيه اللي هي نقطة التوازن، هنا عندي حالة توازن، لكن النقطة اللي أبغى أركز عليها عندي حالتين، حالة بعد اليو بي اللي هو نقطة التوازن السنة اللي صار فيها توازن، بعدها أو قبلها. لو جينا لقبلها نجد أن هناك عجز، كيف تم ذلك؟ تم ذلك بأن حجم الإنفاق أعلى، أخذ أي نقطة هنا، لو نأخذ أي نقطة هنا أوكي، نجد أنه وهنا الإنفاق أوكي، هذا هو حجم العجز، بمعنى هذا التي، أنه الجي هنا أكبر من التي، إذا عندي عجز، الإنفاق أكبر من الإيرادات الضرائب، ففي الحالة هذه بيكون عندي عجز. هنا طبعا نقطة توازن ما عندي مشكلة فيها، لكن لو أنا عند النقطة هذه اللي هو واي 2، شو تلاحظون هنا؟ بتلاحظون أنه إيرادات الضرائب أعلى من الإنفاق الحكومي، الإنفاق الدولة. في الحالة هنا بيكون عندي فائض، لأن الإيرادات غطت الإنفاق وزيادة، فهذا الشكل يوضح عملية الموازنة العامة. طيب
مرة أخرى من خلال الشكل نلاحظ أنه في حالة الضريبة النسبية، هذه نقطة مهمة أيضا يا أخوان وأخوات، لو تلاحظون هنا الإنفاق ثابت، هذا مخطط، بينما الضريبة هنا هي تزداد بزيادة الدخل. المحور الأفقي هنا يمثل الآن الدخل، أوكي؟ فكل ما زاد الدخل، لأن ضريبة نسبية، كل ما زاد الدخل زادت الضريبة. وهذه لو تذكرون في المحاضرات الماضية لما كنا حسبنا عملية الاقتصاد وعن طريق الإنفاق وحسبنا حجم الاستهلاك وعلاقة الدخل بالضريبة، فنجد أن العلاقة طردية. قال لك في حالة الضريبة النسبية فإن المنحنى تي اللي هو منحنى الضريبة يوضح إيرادات الضريبة وهي تزيد بزيادة مستوى الدخل. لأنه شو يصير الآن؟ أنه كل ما زاد الدخل كل ما زاد، ليش؟ لأن الضريبة نسبية. لنفترض مثلا أنه 10% من الدخل يروح ضريبة للحكومة. إذا الدخل هذا كل ما زاد، لنفترض مثلا عندي 1000 ريال والضريبة عليها 10%، إذا هذه 100 ريال. لو كان عندي الدخل 100,000 والضريبة 10%، إذا بدل 100 بيكون عندي 1000 ريال. فالضريبة تصاعدية، إذا كل ما زاد الدخل كل ما زادت الضريبة. إذا وهي تزيد بزيادة مستوى الدخل. ولكن يمثل الخط الأفقي الإنفاق الحكومي، وهو في الحالة هذه هو مستقل عن الدخل. إذا لا يزيد أو ينخفض بزيادة أو انخفاض الدخل، هو مخطط ومستقل. طيب متى تحدث الموازنة العامة؟ أو نقول والله الميزانية أو الموازنة في حالة توازن، عندما يتساوى الإنفاق مع إيرادات الضرائب اللي هو الجي تساوي تي. ولكن وعند أي مستوى للدخل أقل من اللي هو التوازن، أقل، لو تلاحظون هنا هذا أقل تحت نقطة التوازن، أقل أعلى من نقطة التوازن يعتبر فائض. ولكن عند أي مستوى للدخل أقل من واي بي يكون هناك عجز في الموازنة، بمعنى أنه الإنفاق أعلى من إيرادات الضريبة. بينما عند أي مستوى للدخل أعلى من اللي هو نقطة التوازن يكون هناك فائض، ومعنى ذلك أنه دقيقة بس دقيقة، أعتقد في غلط في الشريحة بس حتى أصلحها. هنا في يا أخوان ويا أخوات، هنا في غلط، معلش أعتذر عن ذلك، لكن هنا يفترض أنه تي أكبر من الجي معي، مثل ما ذكرت في الشريحة السابقة في الرسم هو الصح. هنا لو تلاحظون هنا التي أكبر من الجي، هذا فائض. هنا أرجو أنكم كل اللي الآن اطلع على المحاضرة أن يقوم بعملية التعديل مشكورا، أنه الضرائب أكبر من حجم الإنفاق، بالتالي يكون عندي فائض في الميزانية. هذا غلط بس في نسميه تايبو ايرور اللي هو غلط في المقطع. اوكي طيب، الموازنه العامه الان تعرف موازنه بان الموازنه التي يتعادل فيها الانفاق الحكومي المقترح مع الايرادات المتوقعه، وهذا اللي راح يصير بعد شهرين اذا اعلنت الميزانيه، فهي راح تكون بالشكل هذا، ايرادات متوقعه وانفاق مقترح، اي ان يكون الانفاق الحكومي مولا بالكامل من ايرادات ضريبه دون زياده او نقصان. لكن لو قلنا هناك عجز في الميزانية، معنى ذلك أن الإيرادات لا تغطي الإنفاق، فبالتالي لابد أن نقوم بعملية تغطية هذه اللي عن طريق مثل ما ذكرتكم الإقراض، وبالتالي تحدث الموازنة أو الميزانية. نجي الآن لمضاعف الموازنة المتوازنة. الموازنة المتوازنة هو مضاعف الإنفاق الحكومي، لاحظوا معايا الآن، مضافا اليه مضاعف الضريبه الثابته المساويه للانفاق الحكومي. اذا هذا نسميه مضاعف الموازنه المتوازنه. وركزوا معي هنا وبتلاحظون هنا شو بتشوفون؟ بتشوفون عندي هنا، لو تلاحظون يا اخوان واخوات، كان عندي معادله الدخل اللي هو السي بلس
جي بلس اي بلس اكس ماينس ام، هذه تحدثنا عنها كثيرا في المحاضرات الماضيه. فطبعا لو تلاحظون هنا بعد ما دخلنا معادله الاستهلاك طلع عندي الاستهلاك كان ايش؟ اللي هو البي او الاي زائد بي في واي ماينس تي. اوكي؟ فهنا لو تلاحظون لو اخذنا السي الان ودخلناها في الواي او هنا عفوا، اذا بيطلع عندي ايش؟ بيطلع عندي واحد ناقص بي مضروبه في الواي تساوي اللي هو الاي ماينس بي تي زائد. اذا انا ابغى اعرف الان مضاعف الموازنه المتوازنه، اذا بيكون في الحاله هذه بيكون عندي اوكي؟ لانه هنا ايش اللي صار؟ اللي صار عندي الان اني ابغى اشوف التغير في الدخل على التغير في الانفاق الكلي زائد التغير في الضريبه. لو كنت ابحث عن التغير في الدخل لمضاعف الانفاق الحكومي فقط على التغير في الانفاق بيساوي عندي يا اخواني واخوات واحد ناقص واحد على واحد ناقص بي. اذا تذكرون هذا من المحاضرات الماضيه. معاي؟ امسح هذا بس عشان احدده. تلاحظون هنا التغير في الدخل على التغير في الانفاق الحكومي، هذا سميناه مضاعف الانفاق الحكومي، لكن احنا الان نتحدث عن مضاعف الموازنه العامه، اذا عندي انفاق حكومي وعندي ضريبه. طيب ما دام الضريبه دخلت في الموضوع، اذا في الحاله هذه لابد ان يكون التغير في واي على التغير في جي زائد التغير في الضريبه. اذا عندي انفاق حكومي عندي ضريبه. اذا في الحاله هذه بيكون عندي واحد على واحد ناقص بي اللي هو التغير زائد ناقص بي على واحد على واحد ناقص بي. هذا في النهايه ايش بيساوي لي؟ بيساوي لي واحد على واحد ناقص بي على واحد على واحد ناقص بي بيساوي لي واحد، اللي هو موجود هنا. اذا مضاعف الموازنه الممتازه هو مضاعف الانفاق الحكومي مضافا اليه مضاعف الضريبه الثابته اللي هذه اوكي المساوي للانفاق الحكومي. في النهايه بيكون عندي مضاعف الانفاق الحكومي واحد. كيف جاء؟ جاء بالطريقه هذه. اتمنى تكون واضحه، موجوده بالكتاب على فكره. طيب عندي السياسات الماليه النوعيه بالاضافه للسياسات الماليه المخططه المصبه على التغير في حجم الانفاق او زياده او خفض ايرادات الضريبه. هناك سياسات بديله تبقي على هذه المتغيرات دون تغيير في احجامها. اوكي؟ وانما تركز على هيكلها فتغير توزيع عبء الضريبه. انا ممكن احاول احافظ على حجم الضريبه ولكن اغير في تركيبه الضريبه. مثلا احدد لي سقف معين من الدخل. اذا تغير هذا السقف تتغير ايضا نسبه الضريبة، هذا المقصود به فتغير توزيع عبء الضريبة، أو تغير هيكل الإنفاق، أو تغير هيكل أو مصادر تمويل الدين العام، احنا تكلمنا عن العجز وكيف يتم تغطية هذا العجز، طبعا عن طريق الإقراض سواء داخليا أو خارجيا، وهذا يا إخواني وأخوات اللي نطلق عليه الدين العام. وهذا ما نتمنى أنه يستمر، وفي سنة في الثمانينات من عام 83 إلى تقريب 99 السعودية واجهت مشكلة كبيرة في موضوع الدين العام حتى وصل إلى أرقام خيالية، ولكن لله الحمد في السنوات الأخيرة مع تحسن وضع سوق النفط والزيادة الكبيرة اللي حدثت في إيرادات النفط وأسعار البترول أدى ذلك إلى أن الدولة اتخذت سياسة جيدة في تخفيض هذا الدين العام المتراكم. منين؟ لو سألنا الآن أنفسنا طيب الدين العام هذا جاء منين؟ جاء من تغطية العجز في الموازنة العامة، لانه من عام 83 الى 99 كانت الدوله تواجه مشكله في الموازنه العامه انه كل سنه هناك عجز فتقوم بعمليه الاقتراض لتغطيتها لازم حتى تراكم الدين العام الى وصل الى ارقام بمئات مليارات الريالات، حتى وصل الى رقم تقريبا 600 مليار، ووصل في سنه من السنوات الى تقريبا 103 او 105 من اجمالي الناتج المحلي، وهذا رقم مخيف حقيقه، ولكن لله الحمد في السنوات الاخيره استطاعت الدوله ان تقلل هذا الرقم الى رقم يعني يكون معقول.
طيب انواع السياسات الماليه، قلنا ما هي انواع السياسات الماليه النوعيه؟ انه يتم اعاده توزيع عبء الضريبه، اوكي، للضريبة على الدخل، إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي على أي قطاعات يتم الإنفاق، هل يتم على والله قطاعات خدمية، قطاعات بنية أساسية، قطاعات استثمارية، هناك مجالات كثيرة لعملية الإنفاق ممكن يتم إعادة هيكلته، وهذه جزء من السياسة المالية النوعية، أو إعادة هيكلة الدين العام، وهذا يتم حقيقة بين فترة وأخرى. هذا شرح لإعادة توزيع الضريبة اللي قال لك redistribution of taxes، وذلك عن من خلال زيادة الضريبة على الدخول المرتفعة. في بعض الدول يمكن الآن احنا في المحاضرة هذه في خضم الانتخابات الأمريكية بين أوباما وروني، انه دائما يتحدثون على عملية الضرائب، وتواجهون الديمقراطيين يهاجمون الجمهوريين بأنهم يحاولون يخفضون ضرائب على الدخول المرتفعة، بينما الديمقراطيين يحاولون يفرضون على أصحاب الدخول، طبعا كل لهم مصالحه في الحزبين، لكن إعادة توزيع الضريبة في بعض الدول نجدها تصاعدية، كل ما زاد الدخل زاد عبء هذه الضريبة، أو أحيانا يكون نسبة معينة من الضريبة أو نسبة مرتفعة من الضريبة على أصحاب الأموال أو الدخول المرتفعة، وممكن أيضا فيما بعد يعاد أيضا ترتيب هذه أو هيكلة التوزيع العبء الضريبي. فممكن يتم أيضا من خلال زيادة الضريبة على الدخول المرتفعة، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادات الإيرادات الحكومية ومن ثم زيادة الإنفاق، لأن الدولة أحيانا أو في الغالب تبني خططها الإنفاقية المستقبلية على ما تتوقع من إيرادات متحققة، فلذلك هي تبني سياسات الضريبة لتضع حجم متوقع من الإيرادات، ومن ثم تستطيع أن تبني عليه الموازنة أو خطط الإنفاق العام. لكن هذا لا يعني أنه في المستقبل أنه أو أثناء الخطة أنه تحدث أمور كثيرة، لأن لو تلاحظون إيرادات متوقعة، على سبيل المثال احنا لما نضع ميزانيه الان للسعوديه على سعر متوسط البترول، لكن احنا ما نضمن ايضا انه والله خلال نص السنه القادمه نتحدث امور كثيره ربما تؤدي الى انخفاض البترول او ربما تؤدي الى ارتفاع اسعار البترول، فهذه لابد ان تؤخذ في الاعتبار هذه الظروف. اعاده هيكله الانفاق الحكومي مثل ما ذكرت سابقا ممكن يتم أو يتم تغيير هيكلة الإنفاق الحكومي، فهناك أيضا بعض النفقات الحكومية خاصة في مجالات معينة ممكن أن تؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي أكثر من نفقات في مجالات أخرى، هذه نقطة مهمة. إحنا قلنا يا إخوان في لما حسبنا أو تكلمنا عن طريقة حساب إجمالي الناتج المحلي، وذكرنا قطاع مهم جدا وهو قطاع الإنفاق الحكومي، وقلنا هذا هو المشتري الكبير اللي حقيقة أغلب المؤسسات والشركات تنظر إلى هذا اللي نسميه بيك كاستمر، لأن الدولة تشتري بأحجام كبيرة جدا ليست كمستهلك. فهنا الدولة أحيانا الإنفاق لديها يأخذ عدة مجالات، مجالات ممكن تكون خدمية، مجالات مثلا إعانات أو دعم بعض القطاعات. هناك بعض القطاعات التي ممكن أن تحفز القطاع الخاص مثلا أو أنشطة القطاع الخاص وبالتالي تحفز الاقتصاد، وهذا في العادة لما يكون مجال إنفاق فيه اللي هي البنى الأساسية، لأن البنى الأساسية مثل الطرق، المواني، المطارات، إنشاء مدن اقتصادية جديدة، هذه تحتاج إلى دعم من الدولة، إذا تحتاج إلى إنفاق. ولكن من الجانب الآخر هذه العملية الإنفاقية على هذه القطاعات هي أيضا تحفز وتنشط من زيادة إجمالي الناتج المحلي اللي هو أيضا نسميه النمو الاقتصادي، فهذا ممكن يؤدي. لذلك في بعض الدراسات الاقتصادية لما يأتون إلى أثر الإنفاق الحكومي على تحفيز النمو الاقتصادي يأخذونه من جانبين، هل الإنفاق الحكومي يتم في مشاريع استثمارية تؤدي إلى تنشيط وتحفيز وزيادة إنتاج الاقتصاد، أو تكون أيضا أحيانا لها نتائج سلبية. فهناك دراسات كثيرة حقيقة على عملية الإنفاق الحكومي ودوره في تنشيط وتحفيز الاقتصاد. أحيانا القطاع الحكومي على فكرة خاصة لما يكون هناك عجز وتحاول الدولة أنها تعمل تغطي هذا العجز عن طريق الاقتراض من القطاع المالي المحلي، هذا يعتبر
إشكالية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه يعتبر مزاحم للقطاع الخاص في الحصول على قروض، وبالتالي هذا ممكن يؤدي إلى تثبيط أو تقليل نسبة النمو الاقتصادي، لأن الدولة الآن أصبحت منافس للقطاع الخاص في الحصول على التمويل. ولكن لما يكون لله الحمد هناك فوائد مالية وهناك زيادة في الإنفاق الحكومي، ولكن يكون في قطاعات ذات مردود اقتصادي على الاقتصاد ككل زي مشاريع البنية الأساسية، هذه محفزة لتحريك الاقتصاد. ولكن أيضا أعيد وأكرر أن يجب أن يكون هناك أيضا مراقبة في عملية هذه الإنفاقات، بحيث أنه يتم التأكد أنها تم صرفها في مكانها الصحيح. إعادة هيكلة الدين العام، كيف تتم إعادة هيكلة الدين العام؟ تنصب سيادة إعادة هيكلة الدين العام على تغيير مصدر، لاحظوا معي، أنا تكلمت قبل شوي على الدين العام وقلت هو يأتي عن طريق تمويل الموازنة العامة إذا كان عندي عجز. فهنا إيش يقول لك؟ يقول لك يعتمد أو تنصب سياسة إعادة هيكلة الدين العام على تغيير مصدر تمويل عجز الموازنة بما يتفق وأهداف السياسة الاقتصادية والمتمثلة في 1 التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، الاستقرار الاقتصادي أي خفض التضخم والبطالة، أوكي، النمو الاقتصادي تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة، أوكي. إذا أنا بعيد هيكلة الدين العام، وأنا أقول لكم الدين العام ليس ظاهرة صحية للاقتصاد، هو ظاهرة سلبية، كل دولة تحاول أن تخفض من الدين العام. وأيضا مرة أخرى في الانتخابات الأمريكية يمكن سمعتوا أنه والله أوباما للأسف لم يخفض الدين العام بل زاده، فروني أو مرشح الحزب الجمهوري يحاول أن يهاجم الرئيس الحالي الأمريكي لأنه لم يستطيع أن يخفض هذا الدين العام. ولكن يجب أن يكون وجود هذا الدين العام يهدف إلى الوصول إلى بعض السياسات الاقتصادية، مثل أن يكون هناك تخصيص مثل الموارد الاقتصادية، استقرار اقتصادي يخفض التضخم والبطالة، النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة. طيب طبعا إن الآن نتكلم على عملية أنه الضريبة النسبية وعلاقتها بالدخل، هي افترض أن الضريبة هذه وحتى إعادة عملية توزيع العبء الضريبي تؤدي في النهاية إلى عملية الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد. وهذا على فكرة لو تذكرون لما كنا نتكلم على السياسات المالية وقلنا أدوات السياسات المالية هي الضرائب والإنفاق الحكومي، لو تلاحظون التي والجي هي أساسا، لكن إحنا كيف نغير في هذه السياسات، كيف نغير في هذه السياسات من أجل إيش؟ من أجل أيضا تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن أهم الأهداف التي نسعى الوصول إليها اللي هي تخفيض معدل التضخم وتخفيض معدل البطالة. ودائما اهداف حقيقه اهداف تغطيه عجز الميزانيه او مثل ما ذكرنا قبل شوي انه اذا كان عندي هدف او طريقه لاعاده هيكله الدين العام لابد ان يكون الهدف الاساسي هو الوصول الى الاستقرار الاقتصادي. اذا ناتي يا اخوان واخوات الان الى موضوع فيه شوي رياضيات ومعادلات، وابغى ان شاء الله يكون تركيز هناك تركيز على المحاضره هذه المسجلة، وأيضا الرجوع للكتاب والاستفادة من ما هو موجود من معلومات في الكتاب أو بعض المراجع الأخرى. نجي الآن قال لك مضاعف الإنفاق الحكومي في اقتصاد مغلق وضريبة نسبية على الدخل. ضريبة، لما تكلمنا قبل شوي قلنا مضاعف الموازنة العامة كانت الضريبة ثابتة، أوكي، والإنفاق مخطط ليس له علاقة بالدخل، فطلع في الاخير انه المضاعف الموازنه العامه يساوي 1، وذكرنا لكم كيف جات ما هي المعادلات التي وصلتنا الى نتيجه 1. هنا مضاعف الانفاق الحكومي في اقتصاد مغلق بمعنى ليس لا يوجد هناك تجاره خارجيه، هذا المقصود باقتصاد مغلق. في حاله مضاعف الانفاق الحكومي في اقتصاد مغلق وضريبه نسبيه على الدخل فانه يمكن تمثيل الاقتصاد بالمعادلات الرياضيه التاليه. واعتقد كلكم ان شاء الله عارفين الشيء هذا، اتمنى ذلك. لما قلت اقتصاد مغلق لاحظوا معي القطاع الخارجي اللي هو الاكس ماينس ام اللي هو الصادرات ناقص الواردات غير موجوده. اذا الاقتصاد يعتمد على 3 قطاعات فقط اللي هو الاستهلاك، قطاع الاستهلاك الخاص، قطاع
الإنفاق الحكومي وقطاع الاستثمار اللي هو الآي أو قطاع المنتجين. طيب لاحظوا معي الآن، انتبهوا، تشوفون الآن هذه معادلة الاستهلاك، الاستهلاك الخاص، أوكي؟ هذا طبعا الاستهلاك التلقائي أو الثابت. هنا أنه علاقة الاستهلاك بالدخل، ولكن إذا تذكرون من المحاضرات الماضية هذا سميناها الدخل الشخصي المتاح اللي هو كان واي ماينس اللي هو واي ماينس تي. طيب التي الآن ليست ثابتة، هي الآن نسبية، كل ما زاد الدخل زادت الضريبة، إذا بيكون نسبة الضريبة مضروبة في الدخل، فهذا بالنهاية وصلنا إلى هذه الفقرة الرياضية. طيب الآن احنا نبغى نشوف مضاعف الإنفاق الحكومي مع الضريبة النسبية. نشوف الآن ايش اللي بنسويه يا اخواني واخوات. راح نعوض بدل السي هذه اللي في معادلة الاقتصاد من ثلاث قطاعات اقتصاد مغرق، هذه المعادلة هذه كاملة، وين بنحطها؟ بنرجعها في المعادلة الأساسية. اوكي؟ طبعا استثمار مخطط، انفاق مخطط ليس له علاقة بالدخل اي ثابت، ولكن الضريبة مثل ما ذكرتكم في المعادلة السابقة هي تي ماينس واي. طبعا انا رافع ايدي هنا الثوب عشان الكهرباء مع السبوره، هذه نصيحه عبد الله، قال اساس ما يصير عندك مشاكل في البورد. طيب واضح؟ اذا هنا ايش اللي بيصير؟ بنعوض بدل اي اي 0 الجي جي 0 معناها انها ثابته ما لها علاقه بالدخل. بالتعويض الان عوضنا. لاحظوا معي هنا. ايش اللي بيصير الان؟ بيصير عندي واي ماينس بي واي بلس بي تي واي يساوي استهلاك تلقائي زائد استثمار مخطط وانفاق مخطط. طيب ناخذ عامل مشترك ناقص بي زائد بي تي، وبالتالي طيب هذا بيساوي يا اخوان ويا اخوات واحد ناقص بي زائد بي تي سي، هذا هو الانفاق، مضاعف الانفاق الحكومي وضريبه نسبيه. نشوف هل بيطلع معانا بالضبط. لو لاحظت الان طلع نفس المعادله اللي كتبت، نفس المعادله. ايوه اذا ركزوا لي على هذا الان. لو تلاحظون الآن أنا أبغى أطلع مضاعف الإنفاق الحكومي، إيش عملت؟ باختصار التغير في واي على التغير في جي من المعادلة هذه. إذا التغير في واي على التغير في جي بيطلع لي هذا مضاعف الإنفاق الحكومي في حالة وجود ضريبة نسبية. تلاحظون هنا هذه الضريبة النسبية أوجدناها هنا. طيب طبعا لو تلاحظون هنا المقام اصبح اكبر فالنتيجه راح تكون اقل بحكم انه الان عندي بلس او زائد. طيب نجي الان قال لك مضاعف الانفاق الحكومي في اقتصاد مغلق ما عندي قطاع خارجي وضريبه ثابته واستثمار غير مستقل، بمعنى ان الاستثمار له علاقه بايش؟ الاي، لا علاقه بالدخل، كل ما زاد الدخل اللي هو اجمالي الناتج المحلي كل ما زاد الاستثمار. اذا ايضا هذا بيعطينا مضاعف اخر. هي كلها عمليه تعويض، لاحظوا معي الان ركزوا على هذا. طبعا السي عارفين احنا، بس السي الان الفرق انه الضريبه ما نسبيه، ضريبه ثابته. ايوه هنا ضريبه ثابته مثل ما ذكرت لكم. هذه داله الاستثمار. تلاحظون يا اخواني اخوات داله الاستثمار.
لاحظوا الآن ليست ثابتة الآن، هي زيد كل ما زاد إيش الدخل. إذا عندي هنا الميل الحدي للاستثمار. طبعا الجي مخطط ثابت، التي ضريبة ثابتة، إيش اللي بيصير الآن؟ عوضنا إيش؟ طبعا إحنا عوضنا الآن هنا هذا الاستهلاك، أوكي؟ وهذا الاستثمار، وهذه الإنفاق الحكومي ثابت. لو عملنا عملية التعويض زي ما عملت، أخذنا العوامل المشتركة ونقلناها اليسار وبالتالي يطلع عندي واي، نشوف إيش راح يطلع عندنا. شفتوا هنا؟ في الأخير طبعا طلع عندي واي، واحد ناقص بي ناقص، لا منين جات؟ جات من هنا، لأن هذا أنا نقلته إلى اليسار، فطلع عندي هنا بيصير عندي مضاعف الإنفاق الحكومي في حالة الضريبة ثابتة، ولكن الاستثمار إيش؟ غير ثابت. نشوف مضاعف الضريبة الآن. لاحظتم يا إخوان أخوات؟ إيش اللي سوينا الآن؟ قلنا التغير في واي على التغير في جي اللي هو هذا، في الأخير بيطلع لي بيطلع لي بس. طبعا هنا ايش رايكم؟ المقام راح يصغر فبالتالي النتيجه راح تكون اكبر. اوه ممتاز، هذا معناه انه اذا زدنا من الميل الحدي للاستثمار، ايوه ممتاز، هذا معناه انه راح يحفز الاقتصاد بشكل اكبر، بيكون طبعا مفيد للاقتصاد، لانه في النتيجه بيكون الناتج هنا أكبر من المعادلات السابقة. طيب مضاعف الإنفاق الحكومي في اقتصاد مفتوح، يفترض لما أقول اقتصاد مفتوح أنكم عارفين الوضع وشو، أنه الآن الاقتصاد يتكون من أربع قطاعات، عندي السي والجي والآي والقطاع الخارجي اللي هو الإكس ماينس إم. نشوف الآن، لو تلاحظ معي قال لك ضريبة ثابتة، أوكي؟ واستثمار مستقل، إذا هذا بيكون تي وعندي اي. بس الواردات شوف ايش اللي راح يصير في الواردات. طبعا هذا الاقتصاد الان اكتمل اربع قطاعات، شرط التوازن اللي اخذناه سابقا عن طريق الانفاق، هنا ضريبه داله الاستهلاك، هنا داله الواردات. اذا الواردات هنا مرتبطه ايش؟ مرتبطه بالدخل، كل ما زاد الدخل كل ما زادت الواردات، وهذا شيء طبيعي يا اخواني اخوات. لو تلاحظون عندنا كل ما زاد الدخل المملكه العربيه السعوديه ونظرنا الى حجم الواردات نجد ان حجم الواردات ايضا يزداد. طيب لكن هذا الدخل طبعا الدخل الشخصي، اساس الدخل الشخصي المتاح. شو اللي بيصير الان؟ طبعا جي ثابته، طبعا هذه كلها بنعوضها في المعادله الاساسيه اللي في شرط التوازن. الصادرات طبعا مستقله، ليست الصادرات ليست مرتبطه بالدخل. هذه المعادلة الآن بعد ما دخلنا دالة الواردات فيها ودخلنا دالة الاستهلاك، بقية العوامل الآي والجي والإكس هذه مستقلة. أخذوا الآن العوامل المشتركة، ننقلها وين؟ ننقلها إلى اليسار ونشوف إيش اللي راح يصير. أيوة إيش اللي صار الآن؟ اللي صار الآن إنه طبعا صار عندي واي ناقص بي واي زائد ام 1 واي ويساوي سي بلس الاشياء الاخرى. هنا ايش اللي صار؟ خذنا واي واحد، اوكي خذنا واي مضروبة في واحد ناقص بي زائد ام 1 اللي كانت هنا ناقص بي واي زائد ام 1 واي، اختصرناها بالتالي بيكون عندي المعادلات السي اي بلس. طيب هنا بيكون واي واحد على واحد ناقص بي زائد ام 1، هذا هو بيكون عندي فيما بعد. استطيع اني اطلع التغير في جي
زيرو عفوا اسف التغير في الدخل، التغير في الدخل على التغير في الانفاق الحكومي، بالتالي بيكون عندي 1 على 1 ناقص ب زائد ام 1. شوفوا ايش اللي بيصير الان، لاحظتوا؟ اذا اصبح عندي مضاعف الانفاق الحكومي في وجود اقتصاد مغلق واستثمار ثابت مخطط وانفاق حكومي ثابت وصادرات وعفوا صادرات ايضا مستقله، ولكن الواردات غير مستقله، الواردات مرتبطه بالدخل، فبيطلع عندي هذا هو مضاعف الانفاق الحكومي في اقتصاد مفتوح. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى في هذه المحاضره الرجوع للكتاب، مثل ما قلت لكم يمكن نص المحاضره فيه شوي رياضيات ومعادلات، ولكن ارجو ايضا قراءتها لان هناك تفاصيل كثيره في الكتاب. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ايضا بهذه المناسبه ان يكون ميزانيه السنه القادمه ميزانيه خير وبركه، وفيها ان شاء الله ما يسعد المواطنين ويحفز الاقتصاد. شكرا جزيلا.